ايه مين؟ ومين بدنا نعزم كمان؟ كتبت اسم ابو مرهف؟ ابو مرهف؟ لا والله ما كتبته. اكتبه واكتب اسماء اولاد خالتك حسان وعبد الرحمن وسالم. وليش لحتى نعزمهم كلهم؟ بكفي حسان. لا يا امي ما بصير. شو نسيت انه عزموكم السنه الماضيه انت واخوك على عرس اخوهم عبد الرحمن؟ الحق معك. وهي كتبنا عبد الرحمن وحسان وسالم، ورح اعزم ابو ماهر اللي كان جارنا بالحاره القديمه بقى. شو رايك؟ ايه شو عليه، فيك الخير. وبالمعيه عزيم ابو طلال ساروجة صاحبه لابوك الله يرحمه. شو وينه اخوك مهند؟ راح ياخذ اذن للعرس من فرع 999. انه ما كانوا يبطلوننا هالشغلات بقى. والله مو حلوه بحق البلد، لسه كل ما اجتمعوا اثنين بيتحشوا راسهم بيناتهم قريضه. شو بيعرفني؟ وليش ما رحت انت بداله؟ ما بيرضوا، بدهم يشوفوا العريس صاحب العلاقه. وبعدين شو في عنده؟ قال بده يمر على الصاله مشان يدفع رعبون ويثبت الحجز. الو. اهلين مهند، شو وينك انت؟ بالصالة؟ عظيم. ليك ثبت المعازيم على 150. اي نعم. لا 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 ما بدنا نصور، خليهم هن يدبروا. اي ما بتتذكر الصور اللي صورناها بعرس اختك؟ طلعت سيئة كتير. قلو ما بدنا مصور، المصور اللي صورني بعرس اختك طالعني مثل الزنجية وطالع خالتك ام صبحي مرتين بلا راس. مهند انت لا تجيب مصور، خلاص انا رح اجيبه، بعرف مصور صاحبي وشغلته هالشغلة. ايه الله معك، مع السلامة. مين اللي مصور اللي رح تجيبه انت؟ رح اجيب مصور صاحبي وبعرفه، اسمه نوري طبشورة، فنان بلقط الصور. تفضل يا انسي، هي 3 كيلو برتقال وهي كيلين تفاح. الله يسلمك، غيره شو بتريدي؟ زكاتك اعطيني 5 جراز بقدونس، خرج التبوله. إيه؟ على عيني وراسي خرج التبوله. ها؟ هلا وصلوني من سوق الهال الله وكيلك، ومن كتر عود المطويل بتقولي عنهم ملوخيه. الله يسلم هالايدين يا رب. لا كزبره هي. هي وحده على البيعه كمان، تفضلي. ها؟ يسلموا. تفضلي. لحظه لحظه رح احط لك اياهم بالكيس. امسكي لقلك امسكي. نقعيهم بالمرمنجنات اضمن. تعرفي لانه الله يسلمك. تفضلي. قديش بتريد؟ 150 ليرة. هاتي هاتي لقلك، شو بكي ملبكة بحالك انسة؟ يسلموا. يسلموا. كتر خيرك. اهلين وسهلين ومرحبتين، الله معك. نعمة كريم. عفوا مو هون استوديو الانوار؟ مزبوط، كان استوديو الانوار بس هلا محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ نعم يا سيدي انا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله مين حضرتك ولا صغيرة؟ انا عادل ابن ابو عادل درخوجة، وكنت اجي لعندك انا واخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين، ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة والصور طلعت بتجنن كمان. تذكرتني؟ ايه والله تذكرتك. اهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادل. بس ليش هيك حضرتك قالب دكانتك؟ يعني معقولة المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا استاذ عادل، ظروف. يعني حضرتك ما عاد اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس اخي؟ والله يا اسف يا استاذ عادل، التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى؟ شو السبب؟ القصة طويلة يا استاذ عادل. بس هذا عرس اخي يعني، ونحن بصراحه حاطين كل ثقتنا فيك. اسف حبيبي، يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما راح اروح. طيب ليش؟ ممكن اعرف السبب معلم نوري؟ طبعا اسف لالحاحي بس بصراحه صار عندي فضول حتى اعرف. اخي شغله التصوير بطلناها، هجرناها، لعناها، وانا حالف يمين معظم ما مد ايدي على كاميرا واخذ صوره لحدا طول ما انا عايش بالوطن، هيك لحتى موت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري، سلامتك. بس يعني يا ريت اعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ ايه والله حابب، لانك بصراحه شوقتني. اتفضل احكي لك. تفضل. يلا. شايف هالكاميرا هي؟ اي نعم،
هي من أشهر الكاميرات العالمية، هي من التوب 10 الموجودة بالعالم. الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كأني شايفها مكسورة. اي نعم يا سيدي مكسورة، وراح احكي لك ليش مكسورة، والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مدة 4 سنين كنت قاعد بالمحل بأمان الله وعم اشتغل. مرحبا معلم. اهلين وسهلين. مر يا حباب. حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ ايه انا نوري. خير؟ شرف، تفضل معنا، ما كتير عندنا وقت. تفضل. دون بدي اتفضل معكم. معلمنا ابو هماش بدو اياك. تفضل. ومين ابو هشام بلا صغرى؟ ابو هماش ولا؟ ولا عم تغشم حالك يعني؟ هلا ما عاد تعرف مين هو معلمنا ابو هماش؟ لك يخرب بيتك شو حوبي، لك في حدا بهالبلد كله ما بيعرف مين هو ابو هماش؟ صدقوني يا جماعة أنا بعيد عن هالأجواء ولا بعرف لا أبو هماش ولا أبو دفاش. لك يا أجدب، هذا معلمنا أبو هماش اللي رشح حاله للمجلس ما عرفته؟ أنو مجلس؟ لك راح يطلعني من تيابي. لك شو حمار أنت؟ مو مسألة حمار، بس المجالس عنا بالبلد كتيرة، المجلس البلدي، مجلس الإدارة، مجلس التعاون، المجلس الوطني، مجلس الوزراء، مجلس الشعب، مجلس الإدارة المحلية، يعني كله جالس بالمجالس والشعب واقف على الرجل وحدة. معلمنا أبو هماش رشح حاله لمجلس الشعب، عرفته؟ ليش مصرين أعرفه؟ وسمعت نعام منه ومن هالغاية النبيلة يلي عم يسعاله، بس والله ما عرفته. إيه بسيطة، هلأ بتعرفه. أصبح حطوني العنوان وأنا بلحقكم. قوم اطلع قدامي أحسن ما خربط لك المحل فوقالي تحتاني. اطلع. طيب أمرك ولا يهمك. حاضر يلا بسرعة. يلا وهي جبنا لكم المصور نوري طبشورة. سيدي شرف. احترامي يا سيدي. أهلين معلم نوري، بس ما يكونوا رجالي زعجوك أو ضايقوك، اللي الصراحة ما بزعل. لا أبداً، الحقيقة ما زعجوني أبداً، كانوا في منتهى اللطف والأكابرية. بتعرف يا معلم نوري ليش أنا بعت وراك؟ لا والله يا سيدي. يعني ما دريت؟ بشو بدي أدرى يا سيدي؟ معقول ما تكون دريت إنه أنا مرشح حالي للمجلس؟ لا والله يا سيدي ما دريت للأسف. يخرب بيتك، لك البلد كلياتها انطبلت بالقصة والناس عم تهني بعضها بترشيح معلمنا للانتخابات. عفوا للأسف أنا بعيد كتير عن هال... باختصار يا نوري، أنا دعيتك مشان تساهم معي بالحملة الانتخابية اللي رح ساويها. أنا يا سيدي؟ هو صحيح الكل عم بيقول لي إني بنجح، بس ما بيصير ما عمل دعاية، ما هيك يا أبو مقص؟ طبعا سيدي، ضروري تعملوا دعاية طبعا. لا وخاصة إنه خصمي أبو فهد رح يعمل دعاية كبيرة وصوره رح تملي الحيطان ورح ينعرف نفس الشغلة، فمعقول هو ينجح وينشهر وأنا ما حدا يعرف خلتي؟ معكن حق يا سيدي، بس يا ترى شو المطلوب مني؟ بدي منك ترافقني بهالحملة الانتخابية وتاخدي كم صورة، يعني كمية من الصور، ملون، كبيرة، صغيرة، أسود، أبيض، ما بتفرق. على عيني يا سيدي، بس بصراحة أنا ما بقدر سكر المحل لأنه... هلأ شو بدك بالمحل؟ تعطيل المحل على حسابي أنا، قلي لشوف قديش بيطلع لك المحل بالشهر؟ يعني حوالي 20,000 صافي. أصبح راح أعطيك 50,000 ليرة بالشهر، منيح هيك؟ منيح كتير يا سيدي، بس يعني عفوا حق الأفلام والتحميض يعني على مين؟ لا يكلك فكر، كله علينا وحبة مسك. اسمع يا أبو مص. نعم. من بكرة بتقبض المعلم نوري 50,000 ليرة بدون ما تكتب عليه وصل كمان. حاضر. شلوني معك هيك؟ يا سيدي الله يرزقك ويرزقنا، انتو الخيرين ونحن منستاهل ان شاء الله. ووعد مني اذا نجحت رح اعطيك 100,000 ليرة مكافأة برانية. وبركي ما نجحتوا يا سيدي. بركي يخرب بيتك، شو ما بتعرف تحكي انت؟ لا معلم، حطت النجاح بجيبته صغيرة. لكن وينك؟ طالما الكاميرا معك خد لي كم صورة. فيها فيلم الكاميرا؟ نعم سيدي، فيها فيلم لآخر الأمر. أصبح خد لي كم صورة وإن شاء الله تكون استفتاحية موفقة. على عيني وراسي سيدي. وين وقف لك يا نوري؟ تفضلوا سيدي، تفضلوا لهون لو سمحت. لهون. نعم يا سيدي. اسمه سيدي؟ أكتر؟ وبهالصورة يا أستاذ عادل علقت وصرت أخذ صور لأبو هماش وهو عم يغرس شجرة وكتبوا تحتها أبو هماش يساهم في تشجير البلاد.
وشي وهو حامل بارودة ولابس لبس المجاهدين وراكب على حصانه كتبوا تحت أبو هماش على طريق التحرير، وشي وهو عم يخطب بالجماهير الشعبية وعم يشرح للأوضاع السياسية بالعالم والمنطقة كتبوا تحت أبو هماش حبيب الملايين والجماهير الشعبية، وشي وهو عم يرقص بالسيف والترس كتبوا تحت أبو هماش يحيي تراث الآباء والأجداد، وشي وهو راجع من العمرة وعم يوزع مصاري على الفقرة وعم يسبح ربه كتبوا تحت أبو هماش في لحظة عبادة وخشوع، وشي مع البدو وشي مع النور وشي الله وكيلك شهرين يا أستاذ عادل وأنا مسكر المحل ومعطل شغلي وعم بدفع مصاري من جيبتي. ليش ما قبضوك 50,000 سلفة مثل ما وعدها؟ تعدمون ما قبضت منهم ولا قرش، وكل ما قلت لهم قبضوني يوعدوني اليوم وبكرة ويقولوا لي شباك شو رح ناكلهم عليك؟ ايه وبعدين شو اللي صار؟ يا سيدي اللي صار انه حلت المصيبة ونزلت الكارثة وسقط البطيخ ابو هماش بالانتخابات ونجح غريمه وخصمه ابو فهد بفارق كبير بالاصوات وانطبشت الشربة براسي وانخرب بيتي. ما عطاك ولا قرش ما هي؟ ما عطاني شي انعطلت شي، جيت حتى طالبه بعد ما طنشني قاموا نصحوني اني ما روح لعنده. وليش بقى؟ صار مثل مجنون كل ما شاف واحد بطريقه يسبه ويبهدله ويضربه كمان. ايه وشو عملت بهالحالة؟ اكيد ما سكتت عن حقك. مين قال لك؟ وحياتك ما سكتت، رحت لعنده وقلت بركي بحصل شوي من حقي من خسارتي يعني، بس اخ يا ريتني ما رحت. مرحبا. ليه شو بدك؟ المعلم ابو هماش هون بالله. شو ضربك العمى؟ ما جيت قبل المره لهو؟ بلا جيت بس لما جابوني يعني ما كنت منتبه. المعلم وينه؟ مو هون. وينه؟ العمى ضربك شو عم تحقق معي؟ لا مو هذا القصد، بس بدي اياه مشان شغله ضروريه كتير. شو هالشغله بقى؟ بصراحه ما بقدر اقول لك اياها الك، واذا دري هو انه انت ما قلت لي وينه رح يزعل منك كتير. ها يا ويلك اذا كنت عم تكذب. سمعت صوت اطلاق النار؟ ايه سمعته. الحق الصوت، بتلاقي المعلم عم يقوص على خصومه. شكرا يا اخ. يا سلام يا ابو هماش، يا سلام يا معلم. المهارة بتتكلم. روح الله يسلم دياتك، وإن شاء الله ما في طير بالسماء بيصعب عليك، وإن شاء الله على الأرض تصطاد الغزلان وبالسماء أبو الحن وإنت شو جابك لهون؟ سيدي بصراحة الصراحة أنا جاي عبر لكم عن حزني وألمي يلي ما بنوصف لما سمعت بخبر سقوطكم بالانتخابات. خلاص صلح كلامك. أنا ما رسبت، أنا تشلحت من النيابة تشليح وانسرقت بوضح النهار. معك حق يا معلم، معك حق، يعني كل شيء نجاح انتو احسن منه بكتير. هاي بعرفها ما في شيء جديد، إلي لشوف ليش جاي لهون. سيدي عفوا انا إلي بزمتكن كم ليرة، ولو مو كانوا لازميني ما كنت جبت سيرة، بس بيني وبينكن يعني انا متضايق شوي وسيولة بجيبتي ما في. اخراس وكل هوا، انت ما بتستحي على دمك، طق قرع الحياة من وشك. ليش لا سمح الله يا سيدي؟ قال ليش قال؟ ولك أنا إذا رسبت بالانتخابات بيكون منك. مني أنا؟ طبعا منك، من هالصور الزفتة اللي صورتني إياها. ولك معقول يا بني آدم تصورني وأنا عم بنقص قطة من النار؟ معقول تصورني وأنا عم كب زبالة؟ معقول تصورني وأنا عم صلح حنفية؟ سيدي قلت لحالي يعني بركي بتصير لكم شعبية والناس بتحبكم. بلا ناس بلا بطيخ. لك أبو فهد غريمي عمل صورة واحدة بس، بوز واحد فقط لا غير، هو نجح وأنا رسبت. فسر لي اياها لشوف، اعرب لي اياها لشوف. سيدي عفوا لصراحتي، بس يمكن الوسامة والعمر صغير بيلعبوا دور بالانتخابات. الوسامة يعني هو أحلى مني. والله لحلي وبرك عن جلدك، دبرو. لحظة معلك يا أخي، وعينك ما تشوف يا أستاذ الأكلة اللي أكلتها والإهانة اللي بلعتها. تقول إلهم تار معي فلتوا علي مثل وحوش وعلى وين بيوجعك، وما تركوني هيك لحتى وقعت على ورقة وبصمت بالعشرة واعترفت بأنه مالي ولا قرش عند أبو هماش، وكل شي اشتغلته كان تبرع بتبرع، وضليت بالمستشفى أسبوعين والكاميرا انكسرت مثل ما لك شايف.
لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة في هيك ناس؟ لا وهيك ناس بيرشحوا حالهم لمجلس الشعب بعين قوية. طيب هاي قصة أول كاميرا، والكاميرا الثانية شو قصتها؟ أخ يا أستاذ عادل، يا ريتني ببطل هالشغلة من وقت ما صارت معي هالحادثة الملعونة، بس ثقتي وبريق المسؤولين وقعني مرة تانية. هذا يا سيدي بعد شهرين من وقعتي مع أبو هماش المرشح الساقط، إجاني ابن خالتي فاروق الله يسامحه على الاستوديو لهون. مرحبا ابن خالتي. أهلين فاروق، أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. إلك ولا للديب؟ خاص الديب أمور. معناتها امشي معي بسرعة، امشي. لو ما بدي امشي؟ أبو ضرار الوكيل الأول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له أخباره وين ما راح وين ما إجا. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون. وبالصدفة شفت أبو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له إنك فنان ومزوق. أما اللي بعت لي إياه، جيب لي إياه بسرعة، بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ ولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه، بقى امشي تحرك خلصني، خذ كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يلا اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ اي نعم سيدي، واسمه نوري طبشورة. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنة بهالمهنة. عظيم. فإذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل ما لك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك انا خلال فتره قصيره جدا راح نط وصير بمركز مهم جدا، لذلك لازم اثبت نشاط وحيويه من هلا. بدي اياك تلحاني على الدعسه، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلا. وانا جاي على الدوام بكير، وانا عم ودع ضيف كبير او عم بستقبل ضيف كبير، انا عم بتفقد احوال موظفين بالدائره، وهي الصور بدي اياك تبعث لي اياهم على الجريده، وأنا رح أربط ونسق بينك وبين الجريدة كمعتمد من قبلي بهذا الشأن. هذا من جهة. من جهة تانية أنا رح أعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، وإذا ترفعت لمنصب أعلى إلك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلأ. يلا خذ لي كمبوز وأنا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني أستاذ. فاروق دخل مواطني. حاضر. وصرت يا أستاذ عادل المصور الخاص لأبو ضرار وكيل المحافظ، وصرت إلحقه محل ما بيروح وقلقط له صور وابعتها للجريدة. شي وهو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها أبو ضرار يأتي إلى الدائرة مبكرا، وشي وهو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحت أبو ضرار يوقع معاملات المواطنين. شي وهو عم يقرأ جرايد، كتبنا تحت أبو ضرار يقرأ ويتابع باهتمام أخبار الوطن والعالم. وصورته كمان يا أستاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحرارة ودموعه عم تكرج على عرض خدوده. وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم. وصورته وهو عم يصلي ورا الإمام، وراه مباشرة بالأوقات الخمسة. وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمض فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. الو، اهلين ابو وفي. بده اياك المعلم ابو ضرار فورا. يا بس هلا ساعه واحدة بعد نص الليل وانا عندي شغل. ان شاء الله يكون الصبح، تعا فورا. طب قل له اني عم حمض له فيلم ملجا للايتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك انت ما بتفهم. شو؟ لحظه بس. لك بس لا البس الصباط. لك لا اخذ الجاكيت. يا اهلا وسهلا بمصورنا العظيم، انا استشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا.
وليش ما اجيت فورا لما خبرك سكرتير ابو وفيق؟ ولا سيدي كنت عم حمد ال... كذاب انت، واحد كذاب. سيدي الله الوكيل، كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي اخذت لكم اياه اليوم لما زرتوا دار العجزه وملجا الايتام. ولك انا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير ما نشوف صوتي بالاجتماع وانا نايم؟ ولك الله يخرب بيتك، لك كيف قلت لي كيف؟ شوف شوف. طيب 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 سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب، ولك انت واحد كذاب، اكيد في حدا مسلطك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام السيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره، واكيد اكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها؟ شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله اللي بقى هي الكاميرا يلي صورتني فيها؟ نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف، هاتوها. دخلكم يا سيدي مشان الله، هالكاميرا غالية كثير. على مهلك على مهلك مشان الله. إذا بتريد سيدي الله يخلي لنا اياها. هاجروا. أي وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق. يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم اني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة، واشتريت هالكاميرا وقلت بركي بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب ادنه فانوس. المهم اكرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف، وصرت اخذ صوره لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافوره او بركه المي وعم يرمي خبز للبطاط، صوره لرجال بيحب الاثار جنب تمثال بحديقه المتحف، صوره لشخص عن جامع السلطان سليم. وعلى هالمنوال صرت اشتغل، ومضى 2 شهر على هالحاله وانا مبسوط ومروق، لا عم اقرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس اخ يا استاذ عادل، شو بدي اقول؟ شو بدي اقول لك؟ لقلك خير، شو صار معك شي جديد؟ يا سيدي بليلة من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت اتمشى وانا راجع لبيتي تعبان وقلقان. خطر لبالي بالصدفة اني امرق بطريقي على واحد قرصون بيشتغل بملهى القط الاحمر حتى اعطيه صور الهوية اللي وصاني عليها. ودخلت الملهى يا استاذ. سعيد ابو توت هون؟ نعم مستودع، ممكن تاخذ لك كم صوره؟ اسف الفيلم خلص وما معي افلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شادي. Thank you.
ابو الكاميرا هونيك؟ انا؟ لك انت؟ ليش في حدا هون بالمحل اسمه ابو الكاميرا غيرك؟ يلا تعال المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب قرب. انت يا ابو الكاميرا خذ لي كم صورة تذكارية مع المدموزيل. ايوه لك شبك خلصني. سيدي انا اسف، الفيلم خالص وما معي افلام. كذاب، انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم ما معي. ها شوفوا، ها خالص الفيلم يا سيدي. ولكن انت ما بدك تفهم بالذوق. حاضر حاضر سيدي، امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا حاضر. وين صور المعلم ابو شنان؟ ولا لك الصور يلي صورته اياهم امبارح بالليل بالملهى شو بنا؟ بس انا ما اخذ الصور للمعلم، هي لمعه فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعه، لمعه فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضيه ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعد لعند المعلم. لا لك لحظه، لا اقفل المحل. ايه بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله ما لي بخبي شيء، والله ما لي بخبي شيء، الشغله كانت لمعه فلاش. ولك انت ناوي تساوي لي فضيحه مع الرقاصه يا كذاب؟ يا سيدي انا لما لك انا مش كباريهات، انا كنت واقف عم افحص، عم انصح الرقاصه تبطل الشغله. الله وكيلكم ما اخذت لكم صوره يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم؟ اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساويه امبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس، الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما راح أصدقك قد ما حلفت. خذوه عملوا له اللازم لحتى يقرون مخبي الصور. امشي لورجيه. صدقوني يا جماعة لمعة فلاش، لك لمعة فلاش بس. امشي. لمعة فلاش ولا كانت. وضربوني ضرب يا أستاذ عادل، كأني مغتال أبوهن ومتجوز أمهن، وما تركوني حتى كتبت لهم تعهد أني رجع لهم الصور مع الفيلم النيجاتيف. ليش أنت عندك الصور والنيجاتيف؟ شلون عندي؟ ما قلت لك أنه الكاميرا كانت فاضية وما معي فلان؟ أصبح ليش تعهدت له؟ حتى ما يموتوني من القتل، حاكم هدول ما في بقلبهم لا رحمة ولا شفاء. وين صور المعلم ابو شنان؟ ولا يا جماعه منين بدي اجيبه؟ سأل حالك ولا انت اعترفت انه عندك؟ صدقوني يا جماعه لمعه فلاش، والله لمعه فلاش. لمعه فلاش والله لا خليك تشوفني بمنامك والله. كل ما رح نجي لعندك رح ناخذ صندوقين هيك لحتى تتذكر وين حاطيت الصور، وبترجعهم مع النيجاتيف كمان. سمعت يا جماعة؟ والله لمعة فلاش، لمعة فلاش، شو بدي أعمل حتى تصدقوني؟ والله لمعة فلاش. ألو؟ ألو؟ بابا يحي 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 بابا أبح، بابا يحي 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 بابا أبح. بس يا فوفو بس، عيب ما يصحش رص. ورصاص ورصاص يرصكن رص. لك يخرب بيتكن شو قليل ترباي. شو ها؟ شي شبك فريد؟ ليش طالع صوتك؟ لك تضرب هديك الساعة اللي ركبنا فيها تليفون،
الله وكيلك من الصبح بلشت الإزعاجات والمسخرة. تفضلي دبقونا فرد دبقة. قالوا نعم. يعطيك عافية أخ. الله يعافيك. مين؟ الخواجة برهوم موجود. قل له الخواجة ميشو إذا سمحت. لا والله يا حبيبي ما عنا خواجات بهالاسم. آسف كتير كتير، يمكن أنا غلطان بالرقم. بسيطة ولا يهمك. وشو فيها يعني؟ بجوز الزلمة غلطان بالرقم، يعني مو قصده الإزعاج. مو عن هاد عم بحكي، عم بحكي عن هداك الغليظ يلي بفيقني كل يوم على غنية يحيى وابا 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 وابا. بدك تطول بالك فريد، يعني هالشغلات هي مو بس عنا بتصير، وين من كان بتصير. أرو نعم. يعطيك العافية. أهلين الله يعافيك. مين معي بالله؟ مين حضرتك؟ أنت طالب وأنت المفروض تعرف عن حالك. يا سيدي أنا الخواجة برهوم، حدا اتصل فيه شيء؟ ولك تضرب، تضرب من بين الخواجات تضرب، يقطع عمرك ما قلت عمتك. بابا يحي 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 بابا أوبا، بابا يحي 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 بابا أوبا، بس يا فوفو بس، عاد ما يصح جوف. عجبك هيك؟ سمعتي بإذنك؟ أصبح وينك فريد؟ لازم نحط هالخط بالمراقبة. ومين قالك إني ما حطيته؟ شو نسيتي؟ بس يا حسرة ما استفدنا شيء، لأنه وقت راقبنا الخط ما عاد إجانا مضايقات. بقى اطلبي لي الله يرضى عليك اجتماع على مجلس العائلة وفورا. بابا احكوا الصراحة ولا تخافوا، انتوا عاطين رقمنا لحدا؟ حدا مين يعني؟ حدا من رفقاتكم مثلا. بابا كل رفقاتنا معهم رقمنا، وين المشكلة يعني؟ مو قصدي على رفقاتكم العاديين، قصدي على رفقاتكم الغلاظ. ليكوا التاني على الحكي، ليش ولادك من أمتى بيرافقوا رفقات غلظة؟ ليش لا؟ ما بيخلى الأمر. يعني بابا إذا بتعرفوا شي حدا من رفقاتكم سئيل وسميك دم وبيحب المزح البارد وممكن هو يكون عم يخفف دم على التليفون، قلوا له اعتقنا شوي، لأني بيني وبينكم رح أرجع حط الرقم على المراقبة، وإذا لقطته ما رح أرحمه أبدا، قسما عظما لا أتخذ بحقه كل الإجراءات القانونية يلي بقدر عليها. طيب بابا ليش عم تشك برفقاتنا بس؟ هلا معها يعني ممكن يكون اللي عم يتصل فينا واحد لا بنعرفه ولا بيعرفنا. ممكن، ما بقلك لا، وانا ما عم احصر الشك برفقاتكم بس، انا عم ادرس كل الاحتمالات. قوموا ماما هلا، قوموا لنفطر وخلي كل واحد يتيسر على شغله، الشغله كلها ما مستاهله. لحظه لحظه لحظه، لوين انا برد؟ قاموا. الو نعم. الو بونجور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مين معك؟ اذاعه صوت الفضل رنان من لبنان. اذاعه صوت الفضل رنان، يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين. مين معنا اذا ممكن؟ انا فريد معصراني. اهلا وسهلا فيك مسيو فريد. الحقيقه نحن ضربنا على التليفون رقم لا على التعيين، ومن حسن حظكم انه طلع رقمكم. فرصه سعيده كثير مسيو فريد. يا اهلين وسهلين، نحن اسعد والله. يعني هلا صوتي طالع على الراديو؟ فينك تسمع المكالمه بعد ربع ساعه، لانه هلا نحن عم نسجلها تسجيل. بتحب تشترك بمسابقه البرنامج اخ فريد؟ اي طبعا طبعا، انا اللي بشترك. فاذا نحن رح نطرح عليك سؤال واحد، اذا عرفت الجواب بتربح 200 دولار مع تيشيرت عليه شعار الاذاعه وخمس سيديات اخترناها على ذوقنا. طيب تفضلي تفضلي، انا جاهز انسه. اول شيء رح نسمع غنية، والمطلوب تعرف مين هذا المطرب. طيب طيب طيب، انتبهوا منيح بابا، رح قلكن اسم الغنية وانتو بتقلوا لي اسم المطرب اذا عرفتو. ريدي مسيو فريد؟ ريدي ريدي. ولو جوني لو سمحت حط السي دي من عندك. بابا يحي 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 بابا اوبا، بابا يحي 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 بابا اوبا، بس يا فوفو بس، عيب ما يصحش بس. ولك يخرب بيتكن وبيت بيتكن، شو قليلين ذوق، ولك ما رح تحلوا عني بقى، ولك تحلوا عني بقى العمى. عم قلكن يا لطيف شو زعل جوزي لما طلعت المكالمة مزحة وطلع لا في إذاعة ولا من يحزنوا. ايه والله الحق بإيده، لأنه بالفعل خزوة، لا وخصوصي قدام الأولاد. ايه لك منال كيف مرقت هيك قصة على جوزك؟ لك أنا بعرفه حربوق بيقصر على الطاير. هذا أكيد لما سمع صوت البنت اللي عاملة حالها مذيعة اتاخد ونعم على قلبه. لك والله شي بيعني على القلب. يعني إمتى بدنا نخلص من الإزعاجات؟ ما بعرف، إيه لازم يلاقوا حل هالقصة، الشغلة ما عاد ينسكت عليها منوب. صدقيني كل الناس عم تعاني من هالمشكلة، مو بس انتو إلا أنا. يي ليش انتي ما بيجيكي إزعاجات؟
مع انك عايشه لوحدك وممكن كتير ناس يستقصدوكي. هو عم يجيني ازعاج واحد بس، شو ازعاج ناعم ولطيف. شلون بقى؟ هذا يا ستي كل يوم الساعة 8:30 برن التليفون، ولما برفع السماعة بيحطوا لي غنية حلوة لفيروز، يعني حوالي دقيقة أو دقيقتين وبيرجعوا بيسكروا. ومين المزوق اللي عم يحط لك فيروز ما عرفتي؟ ما بيهمني أعرفه، المهم إني لولا ما كنت فيق على دوامي وبسحبها نومي. يعني قبل ما يتحطت هذا الزلمة علي وحط دابه بدابي كنت كل يوم أتأخر عن دوامي ساعة أو ساعتين زمان. اما هلا فهذا الزلمه حلل لي المشكله من دون ما يحس. ايه نيالي، يا هيك الازعاجات يا بلا، مو مثل الازعاجات السمجه اللي عم تجينا. منال تعالي لك شوي. اهلين فريد، شو خير؟ هاتي البشاره. شو زادوا لك راتبك؟ لا، شو كم مره بدهم يزيدوا؟ شو شغله للشبع؟ على شو البشارة لكان؟ يا ستي اليوم كاتبين بالجريدة خبر بيطير العائل. خدي اقري. لا لي يا انت، لانه عندي طبخ وماني فاضي اقرا. يا ستي ادرجوا بالاتصالات، ميزة الكاشف. ما فهمت عليه. يعني صار هلا بامكان اي مشترك بالهاتف يسجل على ميزة كشف الرقم بالمقسم ويحط جهاز كاشف رقم عنده بالبيت، وبالمختصر المفيد صار فينا نعرف رقم اي واحد بيتصل فينا. شو هالحكي؟ والله شغلة حلوة. يعني من اليوم ورايح صار فينا نقول وداعا للازعاجات، لانه ما عاد حدا يتجرأ يدق رقم ما بيخصه لحتى ما يعرض نفسه للمساءله القانونيه والعقوبه. هيك ها، كان لازم يعملوا هالشي من الاول. فريد انت رح تجيب لنا هالجهاز؟ من بكره الصبح رح اقدم على اجازه يوم واحد ورح انزل على المقسم سجل على الميزه وبعدين بروح اشتري الجهاز. دخلك وهالجهاز غالي شي؟ ما بظن، بعدين قد ما كان غالي حقه معه وبيسوى تقله ذهب. شو فكرك قليلة انك تصيري تعرفي رقمي اللي عم يتصل فيكي؟ ساعتها حبيتي تردي بتردي، ما حبيتي ما بتردي. لا والله مو قليلة، هالشغلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. يعطيك العافية. الله يعافيه. دخيلك هون بيسجلوا ميزة كشف الرقم؟ اي نعم هون. وليش هالعجقة كل الآن؟ ايه لو جاي من نص ساعة كنت شفت الدور وصلان لراس الشارع. ما ايه والله اوف لهالدرجة؟ الناس ما صدقت انه صارت هاي الميزة لحتى يخلصوا من الازعاجات. مزبوط كلامك، شو بدهن وراء يا ترى؟ صورة هوية وطلب اشتراك عليه طابع و300 ليرة بالسنة. يعني هلأ كل سنة بدنا ندفع 300 ليرة حق هالميزة؟ ايه طبعا، شي بسيط يعني يا دوب ليرة باليوم. بس هيك صرنا ندفع 2000 اجور ميزات، لاني مشترك بميزة الاجتماع وميزة جمع خطين وميزة التحويل وميزة حجب النداء برقم سري، هذا غير الاشتراك السنوي طبعا. لكن التكنولوجيا حق مصاري مو ببلاش. دخلك وين بيبيعوا هذا الطلب؟ من الكشك اللي برا بيبيعوك الطلب مطبوع خالص وعلى الطابع. ما هيك مو من الميزة؟ طيب لكن الله يرضى عليك احجز لي الدور على بين ما اروح وارجع. على راسي. ما بغيب. امرك. تسلم لي عينك. تكرم عينك. ميت اهلين وسهلين بالاستاذ. اهلا وسهلا فيك حبيبي. تفضل استاذ. هذا الكاشف صيني حقه 300 ليره. ايوه. وهذا تايواني حقه 500 ليره، وهذا الياباني حقه 1000 ليره، وهدول الثلاثه بيسجلوا لك 99 رقم والساعه والتاريخ. وانو احسن شيء؟ الياباني طبعا، ما بدها تنعك فيه استاذ. ولو بعدين انت اذا مو حابب تدفع كثير خذ الصيني. بعدين على فكره عندي جهاز تليفون فيه كاشف، يعني منه تليفون ومنه كاشف. طيب هذا اللي عم تحكي عنه قديش حقه؟ هذا 1500 ليرة، بس صيني مو ياباني؟ ما بدي صيني، أصبع أعطيني كاشف رقم ياباني وأمري لله. تكرم عينك، جميل أهلين وسهلين أستاذ. هذا إيه، شرف أستاذ. يسلم حبيبي. أهلا وسهلا. قديش قلت لي؟ 1000 ورقة. ماشي معوضين أستاذ. شكرا. جميل أهلين. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا، مع السلامة. الو مرحبا، كيفك؟ اعطيني ابو العز. وينه؟ راح على بيروت. طيب رضوان عندك؟ اعطيني اياه بسرعه. مرحبا برور، كيفك شلونك؟ خيو بدي 500 جهاز كاشف رقم صيني و500 ياباني. ايه شو ما في؟ لا الله يوفقك، لك الكميه اللي اخذتها منها خلصت. لك يا حبيبي الله يخليك، لك لأنه السوق ماشي بهالأيام.
ما بكفي قاعدين طول السنة ما عم نبيع ولا بيعها. بعد يومين؟ لا بدي اياهم بكره. بكره بكره الله يوفقك. ليك لك تعامل مع غير مهرب يحرق حريشك، هلا ما تتعامل غير مع نفس المهرب. لك حبيب قلبي انت على راسي. يا اهلين. اوكي. شكرا لك، باي باي، مع السلامة، يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. تسلم عليك الوالدة الله يخليك، بدك كاشف رقم، حكي معك سوا كثير. لك ملال مبروك الكاشف. الله يبارك فيكي. وان شاء الله كشفتوا الرقم اللي عم يزعجكم. شي بيطقك. بتعرفوا انه لحد هلا ما اجتنا ولا مكالمة ازعاج؟ بس شو؟ قاعدين نحنا ومنتظرين، الا ما يجي يوم وينعم على قلبه ويتصل. وانتي منوار، كشفتوا الرقم اللي عم يزعجكم؟ ما استفدنا شي، هذا اللي عم يزعجنا عم ينزل يتصل من كشك التليفون، وهذا ما بيطلع رقمه بالكاشف. يخرب بيته شنمس. شو بدك بالحكي؟ يا اختي شعبنا ما بينقدر عليه. وانتي كوسار، كشفتي له المزوق اللي عم بحط لك فيروز كل يوم؟ نعم يا ستي، ويا ريتني ما كشفته، لاني اصبت بخيبة امل عنيفة كتير. يو، ليش مين طلع؟ مين طلع؟ الآذن اللي عنا بالدائرة. بابا واوا يا حي يا حي بابا اوبا، بابا واوا يا حي يا حي يلا بابا اوبا، بابا يا حي يا حي يا حي بابا اوبا. بس يا فوفو بس، عيب ما يصحش. بس رقم جديد. ولك انت لو اهلك ربوك منيح ما كنت عملت هيك. يا قليل الذوق، يا مطيلس، يا متمسح، يلي ما عندك جنس الدم، لك تفو عليك. بدك تعرف مين عم يحكي؟ انا يا سيدي اللي عم بحكي. استكشي تاني مره، دق لهون. يخرجوا بيستاهل. لعم على هالوقاحه نفسه. الو، اذا لا مين؟ سيادة اللواء جعد الله عبد الله؟ نعم. سيادتكم مخربطين بالرقم؟ ايوه فهمت عليك، داعين لعنا بالغلط. عفوا مولانا دخيل الله، ما تاخذونا سيادة اللواء، لانه في في في, في زرق. لحظة 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 سيدي، اذا بتريد لا تقطع الخط، اذا بتريد بدي اشرح لك. في زلمة لعم على مصيبة، طلع رقم اللواء جعد الله عبد الله ودائق لهم بالغلط. ايه وشو المشكلة يعني؟ يعني ليش خفت وانخطف لونا؟ لأنه قال إنه رقم يتسجل على الكاشف عنده وناوي يخرب بيتي ويجيب آخرتي. ما بتعرفوه؟ تقيل هاد، ما بنعرف شلون بيتصرف بهيك حالي. منيحة وقفتي هون استاذ؟ يسارك شوي هيك. اوكي؟ اوكي. ظابط المكياج؟ ظابط. خمسة، أربعة، ثلاثة، ابدأ. أعزائي مشاهدي القناة الثقافية، قناة الفائدة والمتعة، أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج كيف تكتب. لمن فاته متابعة الحلقات الأولى من هذا البرنامج، نذكر بأن فكرة البرنامج تقوم على استضافة عدد من الكتاب والأدباء المرموقين وإجراء دردشة لطيفة معهم حول طقوس الكتابة عند هؤلاء الكتاب. فابقوا معنا لمتابعة لقاءات هذه الحلقة والتي أجريناها مع عدد كبير من الأسماء الرنانة والكواكب اللامعة والنجوم المتلألئة في عالم الأدب والثقافة. طبعاً الكاتب سعيد المبحوثة كاتب غني عن التعريف، وهو من الروائيين الذين أثبتوا علو كعبهم في هذا المضمار، وقد نال جائزة الدولة التشجيعية على روايته الشهيرة الغداء الأخير. العشاء الأخير. عفواً، العشاء الأخير. على كل حال ما كتير فرقت أستاذ، يعني كله أكل. كما قام الكاتب سعيد المبحوثة برفض المكتبة العربية الشعرية بعدد من الدواوين الهامة كان آخرها تداعيات عاشق بين الخدود. بين الحدود، الحدود مو الخدود. عفوا، بين الحدود. طبعا نحن بنعرف انه لكل كاتب في له طقوس معينة بمارسها اثناء الكتابة، فيا ترى ممكن نتعرف على الاجواء والطقوس الخاصة عند الكاتب سعيد المبحوثة؟ ايه طبعا، هو الحقيقة انا في الساعة هيك ستة، ستة ونص بلبس بيجامتي وبوتي وبنزل على الشوارع، بعمل شوية رياضة، وبعد ما أعمل شوية رياضة هيك شي ساعة، ساعة ونص برجع البيت بعمل شاور
وبعمل دولة قهوة كبيرة وبقعد على الفرندا بشرب قهوتي على مهلي وبلش اكتب من 8:30 لل11. معناها حضرتك ما بتكتب إلا الصبح؟ لا بكتب المساء. شوفي الحقيقة أنا عندي فترتين للكتابة، فترة صباحية وفترة مسائية. ممكن تحكي لنا شوي عن الفترة المسائية؟ الفترة المسائية بتبلش عندي بعد ما أسمع النشرة الجوية تبع أخبار 8:30. طيب يا ترى في علاقة بتربط بين متابعتك للنشرة الجوية واستلهام وحي الكتابة عندك؟ إيه طبعا في علاقة، لأنه أنا لما بتابع النشرة الجوية بحلق بالسماء مع الغيوم والمنخفضات والبرد والريح، وهذا كله بيخلق عندي جو شاعري وبيعمل نوع من التحريض على الكتابة. شي حلو كتير. وقديش بتدوم هالحالة عندك يا ترى؟ والله بتدوم 3-4 ساعات. طيب كل يوم تجيك هالنوبة؟ عفوا هالحالة؟ هي بتجي بالشتاء، لأنه مثل ما بتعرفي بالشتاء في منخفضات كتير، أما بالصيف ما في ولا منخفض، فالإبداع بينقطع عني أحيانا. معناها فينا نقول عن كاتب سعيد المبحوثي أنه كاتب شتوي. إيه في هيك شيء. هو صحيح أنا ببدع بكل المواسم، بس بالشتاء بيبقى إبداعي غير شكل. وبنهاية اللقاء اسمحوا لي إني أشكر كاتبنا الكبير سعيد المبحوثي، واللي أكيد استمتعتوا كتير بهالدردشة اللطيفة معه. شكرا أستاذ مبحوثي. شكرا إليك وشكرا للمحطة الثقافية. شاعرنا الكبير حسني أبو نابين، ممكن نتعرف على الأجواء والطقوس الخاصة اللي بتمارسها أثناء قرد الشعر؟ الحقيقة أنا عندي طقوس غريبة شوي. ممكن نتعرف عليها؟ إيه طبعا. أنا مثلاً ما بقدر أكتب على ورقة مسطرة، دائماً بحب أكتب على ورقة سمراء وسادة ما عليها أي شيء نهائياً. ما بحب أستعمل أبداً الأقلام الجديدة، دائماً بحب أستخدم الأقلام القديمة اللي عفى عليها الزمان، ودائماً لازم ما يكون فيها إلا شوية حبر، وبحب أكتب باللون الأسود القاتم تماماً. يا ترى فينا نقول إنه اختيارك للون الأسود بالكتابة إله مدلولات معينة بتنعكس على نفسك الشعري؟ إيه طبعاً. أنا مثلاً بالصيف بحب أكتب بين المقابر، وبالشتاء بعتمد دائماً على المسلسلات التاريخية، لأنه المعروف عني أني شاعر سوداوي ومتشائم، وبنظر للأمور دائماً من زاوية الكالحة والمعتمة، وما بعترف على شيء أبداً اسمه تفاؤل. وبحب الأجواء اللي حوالي أثناء الكتابة تكون من نفس المود، كئيبة ومكركبة ومكربة وبتقمط القلب. خدي مثلا الغرفة اللي أنا بكتب فيها، كل لون أسود، كل فرشة أسود بما في ذلك الكرسي والطاولة والمكتبة، حتى الكتب مجلدة بالأسود، البرادي كلياتها أسود بأسود، السجادة اللي فرشة على الأرض لونها أسود وعليها جمجمة وعظمتين. يعني ما بعرف أنا شو بدي قلك، حتى الإضاءة لو كنت فيني بعملها سودا كنت بعملها، لذلك بعملها كتير كتير خفيفة. صدقيني إذا تغير علي شيء من هالأجواء هاي بيفلت من إيدي وحي الشعر وبيهرب مني شيطانه، وما بعود أقدر ألقطه أبدا. أصبح إن شاء الله بيضل الشيطان بين إيديك دائما، قصدي شيطان الشعر طبعا، لحتى تضل تتحفنا بهالأشعار الحلوة هاي. أستاذ حسني أبو نابين شكرا لك. شكرا إليك. أعزائي المشاهدين ما زال في جعبتنا الكثير، فابقوا معنا. الحقيقة يا أنسة أنا غير كل هالكتاب، يعني المعروف أنه الكاتب بيحاول دائما يخلق لنفسه جو من الهدوء والصفاء ليقدر يكتب، بينما أنا بالعكس تماما، ويمكن تستغربوا هالشي. طيب ممكن ندخل بالتفصيلات أكثر أستاذ؟ إيه على عيني، تفضلي ادخلي. لك يخرب بيتكم شو قرود، بدو شوي، شو الشيطنة هاي؟ عدم المؤاخذة ولادي دائما هيك بحبوا الشيطنة والحركة. هذا وين صرنا مدموزيل؟ كنت عم تحكي انك بعكس كل هالكتاب. اي نعم بالفعل، يعني انا ما بعرف بكتب الا بالضجة بين صراخ الاولاد وزنامير السيارات وقرقعة اناني الغاز، هيك متعود انا، ولما بتحبك معي بيتعبعب فيني وحي الكتابة بعلي التلفزيون على الأخير وبفتح الراديو وبشغل استشوار والغسالة كمان. أنا بترك ولادي يسرحوا ويمرحوا بالبيت على كيفهم، وبفتح الشبابيك لحتى أنطرب بصوت الضجة تبع الشارع. يعني باختصار هذا هو الجو المثالي يلي بحب أكتب فيه أنا.
طيب يا ترى إذا ما توفر لك هيك جو بالبيت شو بتعمل أستاذ هشام الواوي؟ والله إذا ما توفر هذا الجو بنزل على القهوة، ومو حيضة قهوة، لازم القهوة تكون بنص البلد وعلى الشارع العام ومعجوقة كتير. أنا بحب يضل صوت الشارع وضجيجه بأداني، كمان صوت الجراسين كتير حلو، ورقعة زهر الطاولة كتير ظريف بيطوشني طوش. هذا من جهة، ومن جهة تانية لازم تكون القهوة معبقة بالدخان وريحة التنباك والمعسل والعجمي خانقتني خنق. على فكرة أنا أهم مجموعاتي القصصية يا أنيسة يلي كانت بعنوان ضجيج الحب كتبتها بهالأجواء هي بالقهاوي. يعني أنا عادة بكتب بالمطبخ بين الصحون والطناجر والكاسات، وحي الكتابة ما بيجيني إلا إذا بتكون الطبخة على النار والهبال طالع منها والمي عم تبقبق. يا لطيف يا أنيسة هالجو شو بيسرنا، وإذا كان في بالمطبخ ريحة قلي وزيت وتوم وبصل ورب البندورة وقتها بتقدح معي بالزيادة وبيجود ألمي أكتر وأكتر. الحقيقة أنا بحب أكتب على سطيح جنب الدشات والخزانات الملانه، ومو بس الخزانات الملانه، إذا في جنب منها كركبة يعني بيطلع معي الكتابة أفضل بكتير. بالحقيقة أنا بحب أكتب بالميكرو، وسبحان الله ما بيجيني الإلهام إلا بالميكرو، وخصوصي بعز الظهر وبالحرائي والعجقة. وأحيانا بيجيني الإلهام بالWC فبطلع أركيد لحتى لاقي ورقة وسجل الفكرة. وأخيرا يسرنا أن نلتقي مع الكاتب القصصي والمسرحي والصحفي والناقد المعروف رضوان الدهشة. أهلا وسهلا فيك أستاذ رضوان. أهلا وسهلا فيك وبالقناة الثقافية وبكل الأخوة المشاهدين. أستاذ رضوان الدهشة، قبل ما ندخل بموضوع الحلقة ممكن نتعرف على الجديد اللي عندك؟ الحقيقة انتهيت منذ فترة من كتابة رواية جديدة حدثت بزمن تركيا القديمة، وهي بعنوان داود باشا وعساكره، وعم بطبع حاليا ديوان شعري الجديد وهو بعنوان تنويعات على دفتر عاشق صغير أضاع فرفورته، يعني حبيبته الصغيرة. هذا بالإضافة طبعا لنشاطي الروتيني بكتابة بعض الزوايا النقدية الساخرة بالمجلات والصحف المحلية والعربية مثل الدومري. ما شاء الله كان يا أستاذ، ألمك غزير كتير، خزيت العين. وهالشي بيقودني لأني أسألك، يا ترى كيف بتكتب؟ الناس عندها فضول كبير لتعرف كيف بيكتب الكاتب المعروف رضوان الدهشة وبأي أجواء بيكتب. شوفي أنيستي الكريمة، أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا من لمن كنت ولد صغير، من لمن كانت إلي أجوائي الخاصة. يعني أنا قضيت طفولة ناعمة كتير وهادئة، لا لعبت بالدحل ولا شعلت فتيش ولا راشقت القطاط بالحجار ولا لعبت بالفطبول. كنت دائما هيك يعني 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 انزوي بنفسي وتأمل. شي ظريف كتير. يعني الولاد كلهم كانوا يتشيطنوا ويتعربشوا على الشجار ليقطفوا الزهر والورق، إلا أنا كنت اتعربش على الشجار لأنظر نظرة ذات مغزى عميق من فوق الأغصان. كنت أصفون فكر اتساءل بيني وبين نفسي، اتساءل عن أمور كتيرة يا أنسة. ويا ترى هالحالة استمرت معك لما تقدمت بالعمر أكتر؟ ايه استمرت، شي طبيعي. لحد هلأ كل ما شفت شجرة عالية بحاول اتعربش عليها، بحاول بصوت اتعربش يعني بحاول. واللي حبيت أقوله من هالمقدمة إنه أنا في إلي خصوصية معينة لازمتني منذ الطفولة. عظيم جدا، ونحن حابين نتعرف على هالخصوصية، بقى ممكن نحكي شوي عن طقوسك بالكتابة؟ هو الحقيقة أنا مالي طقس محدد، أنا إلي طقوس كتيرة، ولكل حالة من حالات الإبداع يلي عندي إلها طقس خاص فيها. ممكن توضح أكثر للسادة المشاهدين؟ إيه على عيني وراسي، يعني أنا مثلا لما بيجي على بالي أكتب قصة فيها استعراض للطفولة، فأول شيء بستحضر أجواء هذه الطفولة، يعني بركب مرجوحة، أبحط بحضني قطة أليفة، طبعا بعد ما أشرق زبدية مرقة فول نابت مع الكمون والليمون. طيب فلنفترض أنك ما قدرت توفر هاي الطقوس، شو بتكون النتيجة؟ ما بيطلع معي شيء أبدا. لا تحاولي، لأنه معلومك خلق الجو بيساعد على الانغماس في الشخصيات والحالات.
طيب هالشي بيقودني لسؤال تاني. تفضلي. إذا حبيت تكتب رواية عن الفلاحين وأحداثها عم تدور بالريف، شو بتساوي وقتها؟ ها سؤالك جميل جدا يا ستي. أول شي بحبس حالي بزريبة بقر شي ساعة زمان ساعتين زمان حتى اتنشأ روايح الزبل والبعر والروث وتعشش الريحة بمخاري هون. وبعدين بطلع من الزريبة بحط طاولة قريبة من النجاج وعلى كتابي. معقول أستاذ رضوان؟ إيه طبعا، لأنه معلومك الرائحة مهمة جدا لاسترجاع الحدث وتمثله، والرواية يلي عم بكتبها عبارة عن وحي طاغي من الذكريات الشخصية. وكتير من الأحيان يا آنسة بشم ريحة عطر معين كنت شمه بشبابي وكانت تتعطر فيه صبية كنت حبها، فما بلاقي لك حالي إلا وأنا عم أتذكر بفرح غامر وسرور عارم المكان والزمان والحدث وحتى الحوار يلي جرى وقتها. يا آنسة صدقيني هذا التذكر عن طريق الرائحة الموحية لحظة رومانسية رائعة. ومو شرط الرائحة تكون عطر، لا، قد تكون مثلا رائحة معينة غامضة مبهمة ولكنها في النهاية مرتبطة بشريط من الذكريات الملونة المتناقضة المتماوجة والمتناوحة. ويا ترى كلها ذكريات جميلة؟ مو بضرورة آنستي، يعني في رائحة قد تذكرني بالحزن والقهر، ورائحة أخرى بتذكرني بالطبيعة البكر بالأشجار بالأنهار بالسواقي بالأثمار، وبحس إحساس بالغ بنفس المشاعر القديمة ولو للحظات من خلال هذه الرائحة العابرة يلي مخزنة تخزين بشرائح دماغي. يا آنستي التذكر من خلال الرائحة لازم العلم يبحث فيه ويكرسه ويحلل هذا الارتباط كما فعل بافلوف بنظريته رد الفعل المنعكس الشرطي. وأنا يا آنسي يا أما بشم رائحة وبقول يا ربي وين شامم هالريحة يا ربي قبل هالمرة وقديش كان عمري يا ربي وقتها، هيك بقول ولن أنسى ما حييت وما عشت ريحة التراب بعد أول مطر خريفية. يا لطيف يا آنسي شو ساحرة وحلوة هالريحة، والله عندي إياها أحلى من سوار دبي خاصة تراب وطني. طيب إذا كنت عم تكتب رواية متعلقة بالسياسة بشكل عام والسياسيين العالميين، شو الأجواء اللي بتخلقها؟ سؤال حلو يا ستي. أول كل شيء بحاول أختلط بلاعبي السيرك والبهلوانات اللي بيمشوا على الحبال وقافزي الحواجز ولاعبة الجمباز واللاعبين بالنار والمشعوذين، وبشوف أفلام أجنبية كتير عن القتل المأجورين إذا اقتضى الحال. بعدين بنسحب لأوضة الكراكيب بالبيت بحط موسيقى عنيفة صاخبة سريعة متوترة وبرقص رقصة أفريقية متوحشة حتى فرغ كل التوتر اللي عندي. بعدين بعد كل هالطقوس بحط الكلبشة بإيدي وبكتب. وإذا كانت الرواية عاطفية؟ ها بكتبها بأوضة النوم على التخت، بعلق فوق التخت ناموسية حمراء وبندحش تحتها وببلش كتابي. شكرا كثير استاذ رضوان الدحشي على هالمعلومات اللطيفة اللي أتحفظها. الله يسلمك، شكرا لإلك وللقناة الثقافية وبالأخوة المشاهدين كلهم. شكرا. وبنهاية اللقاء اسمحوا لي أن أشكر لكم متابعتكم، وإلى لقاء آخر جديد مع حلقة جديدة من برنامج كيف تكتب. إلى اللقاء. يسلم مدياتك. يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك. لك كم مرة قلت لك لبقى تجي لهون؟ شو بدي ساوي يا أستاذ، دورت عليك ما كنت لاقيك. ماشي الحال، شو صار معك؟ هاي الرواية اللي موصيني عليها خالصة بإذن الله. ليشك رقيقة؟ بالعادة بتجيب لي إياها هيك. هلا يا أستاذ 150 صفحة قليلة، مو قليلة 150 صفحة بنوب. بعدين يعني عفوا انا تقيدت تماما بالمخطط اللي حطت لي اياه حضرتك انت. قليل 150 صفحه؟ شو نسيت انك اخذ اجرتك 20,000 ليره؟ يعني المفروض تطالع لي اياها 200 صفحه على الاقل.
والله يا استاذ حاولت مو انه ما حاولت، بس ما طلع بايدي. زرقان معي الوحي، زرقان معي. زرقان معك الوحي؟ وليش بقى حبيبي؟ ما في بالعاده، بعرف انا مك سيارة ما شاء الله وكان عنك وما بيصعب عليك شيء ولو. ما بعرف يا استاذ ما بعرف، بس على الاغلب لازمني تغيير جو. الروايه الجايه اللي بدي اكتب لك اياها بدي اطلع فيها على الناديه، يعني بدي استفيد شوي من جو البحر. معلومك الكاتب دائما بحاجه لجو خاص يكتب فيه. ها هيك قلت لي لكان؟ والله طالما عم تفكر تعمل لحالك اجواء خاصه لتكتب، معناها بدي افكر بحدا تاني غيرك حتى يكتب لي قصصي ورواياتي. طيب ليش يعني؟ ليش يا استاذ ليش؟ ليش؟ لانه ما بفكر بالاجواء الخاصه غير الكاتب المفلس ويلي ما ضل عنده شيء يكتبه. سألوه